الغدا دي اسمها ايه؟ Not laughing. Don't laughing يعني مش عايزين نضحك. ماشي؟ اوكي؟ انا هبتدي اكشر وانت تحاولي تعملي لي حاجات بتضحكني. أوكي. لو عملتي لي وشوش وضحكتيني يبقى انت اللي كسبانه. اوكي؟ اوكي. 1 2 3 ايش في البو؟ انت ضحكتيني. يبقى انت اللي ايه؟ استني استني يلا ايه ابتدي. خلاص طيب هنشوف مين فينا اللي هيخلص العصير بتاعه اسرع. طلنا العصير. اوعي تضحكي. ايه اللي ورانا ده؟ ايه ده في ايه؟ في الناس دي كلها جت كده ليه؟ ايه بقى؟ كده احنا الاتنين هنقول ستوب للتايم. ستوب. دلوقتي هنشوف مين فينا اللي الكوباية بتاعتها اقل. دي كوبايتي ودي كوبايتي. زي ما انت شايفة كوبايتي انا خلصت اكتر. يبقى انت اللي هتترشل. خلاص هنروح للتحدي اللي بعد كده. بتعرفي تغني بالهيليوم؟ بجد؟ حاسه انا مره جربت. طيب هنجربها بقى دلوقتي تاني. ماشي عايزين اغني لك انا اغنيه ايه الاول؟ ديسباسيتو. ديسباسيتو ايه؟ اوكي ماشي اغني لك ديسباسيتو. ديسباسيتو طربت طربت طربتيتو انت يا بنتي ضحكتي خلاص ضحكتي. ايه هو اكتر اكل مش بتحبيه؟ مش بحبه. بتحبي السوشي؟ انا مش هاكل سوشي. تعالى يا سوشي. ده جميل جدا. لا ده جميل جدا. تعالى خدي حته صغيره حته صغيره حته صغيره. يلا. لا انا عايز حته صغيره. لا هي دي الصغيره لازم تاكلي من ايدي. افتحي بقى. طب تعالي لازم. هتخسري هتخسري الجايزه. يلا يلا افتحي بقى. يلا. طعمه حلو زي السمك صح؟ شفتي بقى انه حلو. انت بقى كنت طول الوقت عماله تكرهي نفسك فيه وانت اصلا ما دقتهوش. عجبك؟ هتاكلي السوشي بعد كده؟ لما اي حد يديكي السوشي تقولي له اوكي وطعمه حلو. ماشي؟ طعمه زي السمك. دلوقتي بقى هقول لك انت كسبتي وهشوفك في المرحله الجايه بس لازم تطلعي تجري بسرعه والا هرشك لو ما جريتيش دلوقتي. اجري يا نوران اجري. اتفضلوا. شكرا. اهلا اهلا يا اختي على الموز اللي داخل عليا. ايه الحاجات اللي تفوق دي؟ بتعاكس بابي يا كوكي. تعالي. اهلا. اهدى اهدى. لا لا هنا هنا خليك التاني عشان اشوف. ماشي. تعالي يا كوكي. اختي على الحلاوة. يا جتول يا جتول. اهدى. ايه يا كنزي ده؟ ده بابا؟ اه. ولا اخوكي؟ لا بابا. ده بابا حلو قوي. لا لا ميرسي يا كوكي. هو انا لو عكست بابا هتغيري عليه؟ اه؟ ليه؟ ما هو باباكي خلاص. هو يعني في حاجة هتتغير؟ يعني انا لو خطفته من ماما هتتضايقي؟ اه. ليه هتتضايقي؟ ما ماما خلاص خدت نصيبها من الدنيا. تديني انا بقى فرصة. استاذ احمد؟ ايوه. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. عامل ايه؟ كويس والله منورنا. ربنا يخليكي. هو الحلاوه دي طالعه لك؟ اكيد مش طالعه لمامتها صح؟ لا طالعه لمامتها طبعا. ايه ده مش بيقولوا المخده ما تشيلش اتنين حلوين؟ مش دايما. لا دايما. لا صدقني يعني يقول لك ايه لازم يبقى موجب مع سالب. يعني وحش مع حلوه. ما هو احنا الموجب بتاعنا مع السالب مع مختلف شويه. طويل مع قصير. طويل مع قصير. ايوه بالظبط. رفيع مع تخين بالظبط اهو. ده كنت راستي بقى. هو ده. كده
كنزي تفتكري انا وبابا لو ارتبطنا واتجوزنا هنبقى لايقين على بعض؟ شويه صح؟ ايوه يعني تحب ان يبقى عندك اخت مني؟ مش هنسميها ايه؟ مشمشة. مشمشة؟ مشمشة بنت تانتي شوشو. عارف بنتك ليه بتحبني كده يا استاذ احمد؟ ليه بقى؟ لانه انا النهارده دلعتها دلع، لعبتها لعب، كل حاجه حلوه في الدنيا عملتها لها. انت حضرتك كنت قاعد وشايف طبعا. طبعا. طيب انا دلوقتي هطلب منك يا كوكي انك تحطي السماعات علشان انا وبابا هنتكلم شويه كلام بتاع كبار، اوكي؟ هنتفق بقى على ميعاد الفرح، حجز القاعه، الديزرت، الحاجات البسيطه دي، الخطوبه، الحاجات السهله، الخطوبه بقى. لا انا بحب الجواز على طول، خطوبه ده للاطفال، انما احنا ايوه يلا البسي السماعه. كده حلوه؟ سامعاني يا كنسي؟ خلاص كنسي راحت مني. هسأل بقى حضرتك شوية أسئلة عن كنزي. عايزة أعرف أول حاجة أكلتها المفضلة إيه؟ هابي ميل. كنزي؟ نعم. أنت سمعاني؟ سمعاني من بدري ولا لسه دلوقتي؟ لسه دلوقتي. طب يلا شيلي بقى السماعات. بس هسألك بقى أسئلة أنا سألتها لبابي، أوكي؟ وعايزاكي تجاوبي ويا رب إجاباتكم تطلع زي بعض. يلا السؤال الاول، ايه اكتر اكله بتحبيها؟ هابي ميل. هابي ميل عليك يا جميل، واجابتك زي بابا. اغنيتك المفضله ايه يا كنزي؟ يا كنزي وكل مالي. يا كنزي وكل مالي حياه قلبي. يا خلاصي مش انت يا بابا تقولي هابي نيو يير؟ احنا داخلين ايه مع السنه الجديده؟ قولي لي يا حبيبتي اكتر لون بتحبيه؟ بينك. بينك يا لهو يا لهو، على الاقل احمر يا خراشي. تنكي مش احمر. اعمل ايه دلوقتي يا كنزي في بابي؟ يعني كل اجاباته غلط، مش عايزه اسال اكتر من كده. انا اجاباتي صح وحافظه. انا عارفه يا حبيبتي، انا عارفه ان كل اجاباتك صح. انا دلوقتي مفيش قدامي حل غير يا كنزي ان انا هحاول اغير لك بابي علشان يرجع بابي اللي بيعرفك وفهمك وكل حاجه. ماشي. اتفضل بقى يا استاذ احمد، اتفضل. ايوه هنا اتفضل. أيوة. افتح حضرتك الباب. اوكي. انت عليه وعلى خطوته. اوكي. ده اطول من الجهاز ما شاء الله ما شاء الله يا حبيبي. يا رب بس ما يقصرش جوه، انا عارفه الحاجات كلها بتدخل جوه تقصر. قومي بقى يا كنزي كده. بصي تدوسي على الزرار اللي هو الاحمر ده. اللي هو ايه؟ اول واحد ده اهو. ايوه ده اول واحد ده. دوسي عليه. لا انت دوستي على ده، انا قصدي تدوسي على اول واحد من فوق. اقعدي اقعدي ده كده، انت ده اقعدي وبصي قدامك، انت كده ممكن تكوني غيرتي خالص. ربنا يستر ان شاء الله يا رب. طب هنعمل ايه دلوقتي لو اتغير خالص؟ هتزعلي؟ ربنا يستر. يلا اطلع يا استاذ احمد كده. ايه ده؟ كنزة حبيبتي اطلع يا استاذ احمد واقفل الباب. مش هو اسود. انا بابا. لا انا بابا. لا شفتي انا قلت لك انا شكلي اتغير. دوستي غيرتيه يا كنزي. ولبس الكاب. مش لابس ايس كاب. يلا معلش يا كنزي بقى، انت دوستي غلط وغيرتيه. خلاص روحي معاه لحد ما روحي لحد ما اشوف لك حل مع باباك. لا باي باي. معلش بقى يا كنزي. بابا زي شيماء. بابا اتعاملي معاه بقى، ان شاء الله هتتفاهموا وتحبوا بعض، بس ده هتلاقيه عارف عنك كل الحاجات اكتر من باباكي صدقيني. ايه بتقولي ده؟ يلا مش عارفه. باي باي. تعرف الجهاز اللي انت قاعد عليه ده ايه؟ مش عارف يعني هو ايه ده. انا هقول لك بقى، الجهاز اللي انت قاعد عليه ده اسمه جهاز كشف الكذب. ماشي. هو متوصل
بكل مخك وبيقرا كل افكارك. ماشي. هتكذب هعرف وهينور احمر، هتقولي الحقيقه هحبك وهعرف وهينور ايه؟ اخضر. الله ينور. هنبدا وعايزين نركز. اسمك ايه؟ اسمي آسر. برافو. عندك كم سنة؟ عندي 5. اللي هم كام؟ 5 years يعني 5 سنين. برافو. انت مرتاح ولا قلقان؟ مرتاح. قلقان. تحبي بنات بقى في المدرسة؟ لا. طب وهنا؟ أنا خصماني. خصمك؟ يعني أنت لو صالحتك هتحبها؟ هي هنا بتحب أدم؟ لأ؟ بس هي بتحب، بحب أعرفك. معلش. ممكن تقول إيه دلوقتي لهنا وآدم؟ ممكن أقول لهم بشكر. بتشكرهم؟ ايه الاغنيه اللي ممكن تغنيها لهم في اللحظه الضعيفه اللي انت فيها دي؟ الفار والقطه. بحب الفار والقطه. غني لهم الفار والقطه. الفار والقطه الاتنين دول دايما مختلفين طول السنه الاربع تسوم ارجو فرش بالو يمين. هو ادم رفيع مش كده؟ افتكر ده السبب اللي مخليها تسيبك؟ صغير بس رفيع. وانت؟ انا مش رفيع، انا تخين. اسمها كلبوز. كلبوز دي حاجه حلوه على فكره. عشان باكل كتير. تاكل كتير ليه؟ عشان ببقى جعان. ايه اكتر حاجه بتحبها في الاكل؟ بحب التورته. ولا الجاتوه؟ الاتنين مع بعض. بحب الجاتوه والتورته. انا ايه بقى؟ انتي رفيع. انا رفيع؟ ليه؟ انا ايه؟ قول عادي. ادي. قول. بص. بصي. انتي كلبوزة بس رفيع. تمام. ميرسي. انت بتحب مامتك اكتر ولا باباك؟ بص انا بحب ماما. بتحب ماما اكتر ولا صلاح؟ صلاح بيخوفني، ما بحبوش. انا بحب ماما بس. صلاح بيلبس الوش وبيخوف. في اي اسرار مخبيها عليا؟ انا مخبيها على صلاح. ماما لما بتجيب لي شاورما انا بخبيها. ما تخافش وعلي صوتك. انا وانت ايه؟ صحاب. كم اول لما بيجي عندنا صلاح انا بخبي الشاورما، هو يدخل بقى براحته. بتخبيها تحت السرير؟ لا بخبيها في الشنطه. في الشنطه؟ فدي الحاجه اللي انت بخبيها عليا. وايه تاني؟ قالين الصغيره لما بطلع بحاجه او لعب تاخدها مني، بتقول لي دي تحت لينا. هي رزله صح؟ لينا دي. فك الحاجات دي وتعالى سلم عليا عشان انت كسبت في الفقره دي لانك كنت صادق وجميل.